بسم الله الرحمن الرحيم. وبدون مقدمات واحترام وانضباطا للسيد رئيس الوقت، سأحاول بإيجاز تحية العروبة الإسلام لأخواتنا المرأة قبل أن يكون القانون وتكون مدونة. كرم الله الرسول والدين الإسلامي الحنيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نصف الخطبة أوصيكم بالنساء خيرا، هي سورة النساء. هذا بإيجاز من جهة. من جهة أخرى أن الدستور الحالي اللي توفر الحكومة الحالية لم يتوفر لسابقاتها، فإذا بها كاين إجهاز وتراجع المكتسبات. أن في هذه الحكومة المرأة تمثل بعضو واحد في الحكومة، هذا من جهة. من جهة بإيجاز أن أستاذة سالمة فرجي طرحت أن 66 اللي كانوا على رأس اللوائح و60 بالكوطة 67، إذا كان ما كانت الكبيرة أن العملية الحسابية 10%. أنا هذه 10% هما اللي حنا ما نبغيو لها، أن الكوطة في الحقيقة أنا ضدها. لماذا؟ أنها ممنوحة، أنها تفرض خاصها هي تفرض راسها ماشي تفرض. بالنسبة للنساء في 3% ولا في الحق مهما أنا ما راني شجع، ولكن هذه هي حقيقة أنها جبت عند جدارة واستحقاق ماشي ممنوحة. ذكرت أختنا بإيجاز احترام الأخت، عندي بزاف ما يتقال في هذا الباب. أن كيقول لها أين هو خطاب الشرعي بالأمس الحكومة الحالية؟ ما كاينش تنزيل الدستور نهائيا، حيت الآن ما نسناش الدستور دابا لو كان جبت الاساطير ديال العالم، الا ما كاينش تنزيل الديمقراطية في العالم ما كاينش تنزيل هذا كما كان لا جدوى منها. بالنسبة للقضية ديال الوحدة الترابية ورس أخوات النساء ليسوا أقل وطنية، بل هم الذين كانوا في إبان الاستعمار الغاشم كانوا العضو لأخيهم الرجل. بالنسبة للقضية الوطنية لا نتفائل ولا نفرح ان بهذا النصر المؤقت، يجب تعزيز الجبهه الداخليه، ان حقوق الانسان اذا كانت مهضومه راها مهضومه كاع في الوطن المغربي، رغم بعض راه كاع في الوطن المغربي ماشي غير الصحراء. ان هذا الحسن الثاني كان شجاعا في نيروبي 2 حين قبل الاستفتاء، وانتم كلكم تعلم ان الاستاذ المرحوم عبد الرحيم بوعديد يا عامل نزول وكان شجاع الحسن الثاني، وفي افتتاح الدورة البرلمانية قال بعد وفاة المرحوم عبد الله بن أرى هنا مقعدا فارغا وغرى ورقة عيناه بالدموع، أنه كان عليا قبل أن أقبل الاستفتاء حتى أستفت الشعب المغربي قبل الاستفتاء. إذن هنايا ما نتفائلوش بزاف، تعزيز الجبهة الداخلية وإعطاء الحقوق للمواطنين وتنزيل الدستور راه احترام للجنة المنظمة.